في احد الايام تعرضت منطقه الانصاري لقصف بالبراميل المتفجره. حصلنا نطالع العيله الاولى والعيله الثانيه. العيله الثالثه هي الام والولد. هي فعلا يعني الام كانت كثير منفعله، عندها كثير كانت عصبيه وكانت عم تصيح، يعني هي خايفه على حالها او خايفه على ابنها. بعد الحفل الطويل حصلنا نسمع صوت الولد، صوت صار يبكي الولد، حصلنا نسمع صوته وكان كثير محل صعب. بعد ما وصلنا لولد هون صار الشغل كثير بده حذر، يعني هذا ولد عمره اسبوعين او اكثر، باي لحظه بيطب شي فوقه او بيموت او بيختنق. هلا 12 ساعه طبعا هي ما كانت تنقاد، يعني عمل كثير حذر، يعني هي روح بدك تتعامل معها بشكل خطير جدا، يعني انه طفل عمره اسبوعين يطب فوقه برميل او 3 سقوف ما يسيبه شيء، يعني وكل هالضغوطات انه هذا الطفل يطلع اول من البراميل واول من السقوف واول من كل شيء. هذا اعجازه يا رب يا الله تبارك اسمك. امه امه وينها؟ عدي لامه كلمه الله شوي شوي خالد يا خالد يا الله يا الله هو ثواني ابيسر ابيسر ثواني عيسى يا افيه زرتوا الولد بعد ما انقذته؟ ما عندنا وقت، قال لي قصف قصف قصف.